سنة 2020 كانت سنة جداً صعبة على الجميع، ومن الطبيعي أن احنا نشوف ناس حوالينا ماشيين مشي انهزامية، خايفين، متوترين، ومش متشجعين أبداً للسنة الجديدة. بس لازم احنا نتذكر أنه حتى لو السنة الماضية وقعتنا، احنا لازم نرجع نوقف وبقوة كمان، ونتطلع على السنة الجديدة وعلى أهدافنا، والأهم من هيك أنه نتطلع على حالنا بثقة. اتخلص من كل الخوف اللي ماسكك وامشي بثقة باتجاه السنة الجديدة هاي عشان تحقق اللي في بالك. القرار قرارك، فخلي سنة 2021 هي سنتك. يا رب تكون هاي سنة خير على الجميع، وإن شاء الله كل واحد فيكم يحقق كل الأهداف اللي في باله.